هكذا متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، أينما كنتم وتواجدتم في الوطن العربي تتابعونا عبر قناة الريان الفضائية لهذه التحديات الجميلة والكبيرة، حيث نصل معاكم مع شوط الختام في يوم الختام من عمر المحلي الثاني، شوط الحادي عشر، شوطنا الحادي عشر، شوط الحيل. وعلى بركة الله انطلق هنا مع الصدارة ومع التحدي الأول. تأتي رسالة لكي تقدم الرسائل منذ البداية، هجن الشيحانية وأيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران، بينما هنا مع ثاني الانطلاقات تأتي هنا تنظيم أيضا بشعار هجن الشيحانية وأيضا بنفس المضمر شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران، بينما هنا مع ثالث المراكز تأتي انطلاقة وصال، تأتي انطلاقة وصال هجن الشيحانية، ومع أيضا الذهبي سالم بن فاران المري، بينما هنا رابع المراكز غيوض 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 تأتي مع رابع المراكز هجن الشيحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، بينما خامس المراكز انطلاقة هنا هنا شعار هجن الشيحانية وأيضا المشاغب محمد بن خالد العطية بدأ يتقدم مع ثالث المراكز. هكذا متابعينا الكرام، أذعنا على مسامعكم الخمسة المراكز الأولى المتقدمة، ولكن العودة مع الصدارة. تنظيم بدأت بتنظيم هذا الشوط، وكأنها الإرادة عندها، ولكن يا تنظيم، يا هي أسماء مشاركة، يا هي أسماء منافسة. هنا تنظيم هجن الشيحانية، جابر بن سالم بن فاران يسيطر على المركزين الأول والثاني بشعار هجن الشيحانية، تنظيم ورسالة، بينما ثالث المراكز تأتي انطلاقة هنا الحذرة، وأول ندى للحذرة هجن الشيحانية، أيضا جابر بن سالم بن فاران، بينما رابع المراكز أتت هنا طواري هجن الشيحانية، المشاغب يرافقها محمد بن خالد العطية، وأيضا على خامس المراكز تأتي وصال هجن الشيحانية والذهبي سالم بن فاران المري. الله 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 الله، يا تحديات الحيل، شدوا الحيل في تحديات الحيل، وفي شوطنا الختام، وفي يومنا الختام، وختامها مسك. هكذا متابعينا الكرام، وأيضا إن شاء الله وبعون الله نلتقيكم في المحلي الثالث، وبتحديات أيضا سوف تحمل الإثارة والقوة والتنافس. الشكر موصول للجنة المنظمة وعلى رأسها سعد الشيخ حمد بن قاسم بن فيصل آل ثاني، وأيضا لجميع اللجان القائمة على هذا الميدان. العودة مع أجوائنا، العودة مع شوطنا، العودة مع هذا التحدي الذي يحمل 13 اسما مشاركا، ولكن السيطرة والانطلاقة هنا مع تنظيم لا زالت مسيطرة على الأمور هجن الشيحانية وشبل المضمرين، وهنا مع ثاني المراكز أيضا تأتي رسالة، وأيضا بشعار هجن الأدعم هجن الشيحانية، ومع أيضا جابر بن سالم بن فاران
بينما ثالث المراكز أيضا الحذرة وهجن الشيحانية جابر بن سالم بن فاران ثلاثية ثلاثية الله مع الشبل. بينما رابع المراكز تأتي وصال هجن الشيحانية وسالم بن فاران المري. خامس المراكز طواري هجن الشيحانية محمد بن خالد العطية الألف والمئتين متر ألف ومئتين متر دخلنا أبوابها ولا زال التنظيم هنالك بالسيطرة وبالانطلاق الأول. جابر بن سالم بن فاران تتوشح بشعار هجن الشيحانية الله رسالة أيضا مع ثاني الانطلاقات وأيضا مع الشبل جابر بن سالم بن فاران. ولكن الحذرة بدأت بتقدم لتصبح في هذه اللحظات مع ثاني المراكز ووصال مع ثالث المراكز طواري مع رابع المراكز خامس الانطلاقات أتت الدانة أيضا هجن الشيحانية وأيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران. ولكن الستمائة متر النهائية الأخيرة الفاصلة شبر المدمرين جابر بن سالم بن فاران الله تنظيم وصال قادمة بشعار هجن الشيحانية الذهبي سالم بن فاران الشبل الذهبي وصال تنظيم أو تنظيم ولكن وصال هجن الشيحانية. سلام يا بن فاران سلام يا الذهبي سلام على هذا الانطلاق القوي وعلى هذا الإبداع الدائم. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية بمناسبة فوز وصال بالمركز الأول. ثاني المراكز أتت تنظيم هجن الشيحانية وثالث المراكز أتت الحذرة هجن الشيحانية ورابع المراكز أتتنا الدانة هجن الشيحانية وخامس المراكز أتتنا أيضا غيوض هجن الشيحانية. هكذا متابعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء كما تابعتوا هذا الشوط الذي حمل تحديات أيضا الحيل وأيضا كان عنوان هذا الشوط وصال لهجن الشيحانية قاطعت مسافة 5 كيلومترات في زمن القدرة 7 دقائق 58 ثانية 7 أجزاء من الثانية. التهنية موصولة للمضمر سالم بن فاران. بينما ثاني المراكز أتتنا هنا تنظيم قطعت مسافة 5 كيلومتر في زمن القدرة 7 دقائق 59 ثانية 6 أجزاء من الثانية. والتهنية موصولة لجابر بن سالم بن فاران مضمر هنا أيضا تنظيم. بينما ثالث المراكز أتتنا الحذرة مع هجن الشيحاني قطعت مسافة هنا 5 كيلومتر من قدرة 8 دقائق ثانية 5 أجزاء من الثانية. هكذا متابعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء نستجيب